نكمل حديثنا في الباب الثاني، نحاول نكمل الباب الثاني في هذه المحاضرة. نبدأ أولاً تفكير في موضوعنا اللي هو النظرية الأساسية، نأخذ عليها بعض الخصائص وبعض الأمثلة بعض التمارين، ثم بعد ننتقل إلى التكاملات العددية. طيب، أولاً عندنا النظرية هذه اللي عبارة عن نظرية الأساسية في الحساب، أخذناها المحاضرة الماضية. زي ما ركز أكثر شيء على موضوع النتيجة، وقلنا التكامل المحدود من A إلى B يساوي، هو عبارة عن التكامل غير محدود، يعني كأنني أوجد الدالة الأصلية ثم نعوض بـ B. أبدأ دائما بالحد الثاني الـ B ناقصا الحد A. نعطي تمرين وأبغاكم تشاركون معي في هذا الفيديو. عندك السؤال الاتصال تبغى تتكلم بشكل سريع، قيمة التكامل اكس تربيع ناقص 5 من 1 إلى 2، أعطي نفسك فقط دقيقة واحدة. يعني راح توجد الدالة الأصلية تضيف 1 قسمة على المجموع بالنسبة للسلبية، بالنسبة للخمسة تصير 5x، ثم تعوض بالاثنين الدالة كاملة، تعوض بالواحد الدالة كاملة. ولو تبغون أحلها أنا أذكركم، طيب أحد وصل للحل؟ مع بعض نحل هذه المسألة. أولا زي ما قلنا نضيف واحد على التربية أنا كنت بحل يا دكتور. لكن في الوقت عندي محاضرة، هذا فقط مراجعة، أنا أعطيت دقيقة واحدة للطلاب، لابد يحلوا الطلاب بسرعة، تعود الطالب أن يحل بسرعة، لابد 106 لازم يتعود. طيب هل تبغون أعطيكم مجال بعد إضافي؟ تحلون؟ نعم خالد. أول شيء التكامل، أول شيء الإكس تربيع ناقص 5. نسوي عملية التكامل، نرجح الدالة الأصلية حقتها. فالإكس تربيع تصير إكس أس 3 على 3 ناقص 5 إكس، لأن 5 نضيف معها الإكس. بعدها بعدها نمسك المعادلتين وناخذ الاثنين، نعوض بإمكان الإكس الاثنين والواحد ونطرحهم من بعض. البي هي الاثنين والاي هي واحد. صح، اذا نشوفها مع بعض، اذا نضيف واحد على الاس تصبح الثلاثة، ثم نقسم على نفس الاس ثلاثة الجديد ناقص 5 اكس، هذا الان الدالة الاصلية اكس كابيتال، نعوضها باثنين الدالة كاملة، ثم ناقص نعوض بالواحد كامل. اذا نعوض باثنين يصير عندك اثنين ثلاثة على ثلاثة ناقص 5 اثنين ناقص بينهم، نعوض الآن بالواحد، واحد ثلاثة على ثلاثة ناقص خمسة في واحد. أنا هنا أذكرك بالتفصيل، بس غير مطالب، فقط أعطي النتيجة، يعني أعطي كل الدالة الأصلية، أعطي بعض السابقات، أعطي النتيجة النهائية. طيب، هذا يساوي اثنين أس ثلاثة على ثلاثة، إذا عبارة عن ثمانية على ثلاثة ناقص واحد أس ثلاثة على ثلاثة، أنا شو سويت أنا هنا؟ أبغى أبسط على نفسي، لو ما عندي آلة حاسبة، كيف أحسب؟ أجمع الكسور مع بعض والأعداد العادية صحيحة مع بعض. إذا جمعت الكسور هنا ثم هنا ناقص 5 في 2 هو 10، سالب 10، وعندي هنا السالب برا السالب في الداخل، إذا 5 في 2. لاحظ هنا 8 ناقص 1، إذا الكسور الآن مقامات متساوية،
نفس الشيء، إذا فقط أطرح البسط يسمى 7 على 3 سالب 10 زائد 5 سالب 5، الآن واحد المقامات الخمسة تكون واحدة تحت واحد، وسطين في طرفين، 3 في 1 3، 1 في 7 7، ناقص بينه 3 في 5 15، أو بالآلة الحاسبة فيعطيك سالب 8 على 3. ناخذ تدريب ثاني. ايش رايكم في التدريب هذا؟ من عنده فكره حلوه؟ لاحظوا الداله اللي هنا تتغير عند الصفر. اذا كانت القيمه اقل من الصفر، اقل من الصفر فالداله تكون اكس تربيع. اذا كان من صفر اعلى راح تكون الداله اكس تكعيب. والمطلوب من سالب واحد الى اثنين. اذا كان يقول قبل الصفر بعد الصفر. لاحظ سالب واحد أقل من صفر واثنين من بعد الصفر، إذا كان يطالبني بالدالتين، لكن كيف أحل؟ أذكركم النظرية خذناها في المحاضرة الماضية، تقول اللي هي الخاصية رقم 6 تقول إذا كانت الدالة قابلة للتكامل من A إلى B، من A إلى C، على أسماء عشان أذكركم، قلنا من A إلى C، وقابلة للتكامل من C الى B، يعني قابلة هنا للتكامل وقابلة هنا للتكامل، فهي راح تكون قابلة للتكامل من A الى B، ايضا يكون من A الى B يساوي من A الى C زائد من C الى B. هذه النظرية خذناها من المحاضرة الماضية. طيب بنستخدمها حتى نحل هذا السؤال. لاحظ الفترة اللي اعطاك اياها من سالب 1 الى 2 انت قسمها الى فترتين، من سالب 1 الى 0 حدنا هنا الصفر، الداله متغيره عند الصفر هنا. لاحظ الى الصفر. اذا من سالب 1 الى صفر ثم من صفر الى 2، ليه وقفنا عند 2؟ لان التكامل هو قال لي الى 2. من سالب نبدا من سالب 1 وننتهي ب 2. اذا عندي فترتين، من سالب 1 الى صفر، من صفر الى 2. لاحظ الفتره الاولى راح تكون اقل من الصفر، يعني هذا الجزء دالتها اكس تربيع. دالتها اكس تربيع. لكن التكامل الثاني من صفر لاثنين اكبر من الصفر. اذا هنا عباره عن اكس تربيع، اذا راح يكون عندي تكاملين، الاول اكس تربيع والثاني اكس تكعيب. بعد كذا على طول فقط انا احل التكامل العادي او الجدال الاصليه، اعزيه واضيف واحد واقسم على المجموع. ثم اعوض بالسالب واحد من صفر. هذا نفس الفكره، اضيف واقسم. ثم اعوض بالصفر اثنين. حل التكامل هذا باختصار واحد على ثلاثة. حنعمل بعد ما عوض 2 0 راح يكون 13 على 4. توحيد مقامات راح يعطيك النتيجه 13 على 4. هذه المساله موجوده عندك في المذكره. او كلها عباره عن مراجعه. طيب اساس الطلاب هم يحلون هذه المسائل. طيب ناخذ موضوعنا اليوم. نظريه اليوم عباره عن نظريه القيمه المتوسطه، القيمه المتوسطه عندك في المذكره، بعدها ايضا في السلايد رقم 5. يقول لك هنا إذا كانت الدالة F دالة متصلة على فترة مغلقة من A إلى T، فإن هناك على الأقل، لاحظ آكلي، يعني الأقل رقم واحد أو عدد واحد موجود داخل الفترة المفتوحة اللي من A إلى B، ما قال لي مغلقة، بمعنى أن الزد لن تساوي لل A ولا ال B، عندك الملاحظات، الزد لن تساوي لل A ولا ال B، اللي بينهم فقط. بحيث يعني راح يكون عندي عدد زد، بحيث قيمة التكامل تساوي اف زد، يعني اغير الان الدالة اف قيمة الدالة بدلالة الاكس اغيرها الى زد، بي ناقص اف، يعني اطرح الحدود بي ناقص اف. دكتور نظري مثال قبل الفكرة هذه. طيب عندك المثال المطلوب اوجد العدد زد الذي يحقق نظرية القيمة المتوسطة. وأعطاك الدالة تربيع زائد واحد فترة من صفر اثنين، هذه موجودة في المذكرة. أولاً أخذ القانون، هذا القانون عندي، أخذ عليه درجات. ثم نعوض هذا القانون، الـ A عبارة عن صفر، والـ B عبارة عن اثنين. ثم عندي B ناقص A، يعني اثنين ناقص صفر، وف زد يعني هذه، أغير الـ X إلى زد، زد تربيع زائد واحد. كيف يا دكتور؟ لاحظ معي. الآن عوض هذا الآن القانون، عوضت القانون الـ A والـ B والـ F، ثم انطرحت و
كذلك زد. قلنا اف زد هذا عباره عن ايش؟ عباره عن 1 زائد التربيع. شلون جبتها هذه؟ من السؤال التربيع زد 1. غيرنا الاكس الى زد. طب 2 ناقص 0 2. فكذا الحته كامل محدود. انا انصح الطلاب دائما يحلون في الهامش. زد هامش باللون الاخضر هنا، وصفي هنا باللون الاخضر. احلى هنا في الهامش. واكتب النتيجه مره واحده هنا. يعني دكتور طب قلنا انا اقدر انتقل من هنا الى هنا مباشره. اذا حلتها في الهامش نعم كلامك صحيح. اكتب القانون وعوض فيه. الان اغير زد الى 1 زائد التربيع. 2 ناقص 0 2. شنو جبنا 14 على 3 اللي هنا باللون الاخضر هنا. الحته كامل محدود. نضيف 1 نقص عن المجموع. 1 كامل اكس. اكس تربيع عباره عن اكس تكعيب على 3. عوض باثنين ناقص عوض بالصفر. هذه النتيجه. لاحظ لما عوض بالصفر يصير هنا صفر، صفر 3 على 3 اذا صفر النتيجه هنا. راح يكون اختصار بعد تقسيم المقامات 14 على 3. اذا المطلوب اجت قيمه اذا هنا في المعادله. اقسم الان على 2 يكون هنا بجانب هنا 3. اختصر 2 مع 14 يبقى كم؟ 7 على 3. اذا 1 زائد التربيع يساوي 7 على 3. لما انقل الواحد في الجهه الثانيه انا ابغى زد كم تساوي؟ راح انقل الواحد في الجهه الثانيه يصير عندي 4 على 3. اذا زد تربيع 4 على 3 مطلوب زد. راح ناخذ الجذر موجب وسالب. اذا راح يكون عندي قيمتين سالب 2 على جذر 3 وموجب 2 على جذر 3. لاحظ معنا السالب غير ما ينتمي من فتره من 0 الى 2. لابد تكون القيمه موجوده داخل هذه الفتره المفتوحه، يعني لا يساوي 0 2 يكون داخل هذه الفتره. السالب غير موجود، يعني كلها قيم موجبه. اذا ما اعطي هذا القيمه. يكون عندي فقط قيمه واحده 2 على جذر. دكتور ممكن يكون عندي قيمتين او ثلاث؟ نعم. على حسب السؤال. اذا قلنا النظريه هات لي يعني على الاقل عدد واحد فقط. نعم. في امثله عندك في المذاكره. ناخذ النظريه الثانيه. نعم عبد الله العشري تفضل. طيب يا دكتور الحين لو كانت فرضا تساوي الصفر الزد او ساوت الاثنين. لا ما لابد يكون داخل. معناه في حساباتك غلط. اذا طلع عندي قيمتين مثلا لا راح ارجع الان للسؤال مره ثانيه. نفترض اذا طلع عندي قيمتين القيمه الاولى واحده من الثنتين صفر واثنين راح القيها مباشره واخذ القيمه الثانيه. لو ما طلع عندي إذا صفر واثنين معناه حساباتي غلط، لازم ارجع. طيب نكمل. الآن موضوعنا اللي هو الثاني اللي هو نظرية المتوسطة اللي هو اف اي بي. القيمة المتوسطة اف اي بي تساوي 1 على بي ناقص اي تكامل من A إلى B. لاحظ النظرية السابقة وهذه النظرية مهمات. كل نظريات اليوم مهمات إما للي متقطعة أو النهائية. طيب يكون عندنا لو طلب مني الأفريج يساوي 1 على B ناقص A اللي هو حدود التكامل في قيمة التكامل. دكتور نبغى مثال. مطلوب مني سؤال أوجد الأفريج مباشرة. طيب لابد يعطيك الدالة X تكعيب زائد X ناقص 1. نعم هذه الدالة وأعطاك الحد اللي هو حدود التكامل من صفر لاثنين. القانون يقول لك 1 على بي ناقص اي يعني 1 على 2 ناقص صفر. في قيمة التكامل أنا كتبت التكامل 1 على 2 ناقص صفر الجواب نص. الآن حل التكامل نضيف 1 نقسم على المجموع إذا هذا قيمة التكامل. حسبي عوض باثنين المرة الأولى بالدالة كاملة ناقص عوض بالصفر. لو مع عوض الان باثنين 2 اس 4 على 4 زائدا 2 اس 2 على 2 ناقص 2. الجواب اللي هنا عباره عن 4 زائد 2 ناقص 2. لاحظ زائد وناقص 2 تروح مع بعض يبقى فقط 4. لما عوض بالصفر لاحظ كلها تصير صفر صفر صفر. لما عوض الاكس بصفر اذا انا كتبت ناقص صفر. اذا راح يبقى عندك هنا فقط 4 ضرب نص اللي هو الجواب 2. لاحظ القانونين كلها سهلة. نعم حاولت تعمل كثير من التمارين عندك. طيب ناخذ اللي هو النظرية اللي بعدها. تقول نظرية وهي نظرية مهمة. تقول إذا كانت الدالة F
الدالة F كابيتال تساوي تكامل من دالة GX إلى الدالة HX، وعند الدالة داخل تكامل FT DT. لاحظ ال H والجي عبارة عن دوال بدلالة X، وهنا دالة بدلالة T. لذلك هذه الآن دالة كابيتال F، والمطلوب أوجد المشتقة. شنو نشتقها؟ لاحظ هنا القانون، نشتق الدالة F اللي هو التكامل يساوي أكتب الدالة F الموجودة في المسألة داخل التكامل نفسها، لكن أغير T وأكتب المرة الأولى بالحد العلوي هذا H، يعني أغير T وأكتب الدالة H، ثم نشتق الدالة H. إذا أنا هنا ما اشتقت الدالة H، فقط الدالة H، ناقص دائما بينهم نفس الكلام، الدالة F أغير بدل ما تكون بدالة T تكون بدالة الدالة G اللي الدالة في الأسفل هذا. حد الأسفل في مشتقة الدالة G تصير شيء داعش. دكتور نبغى مثال أكثر وضوح مهم وضوح هذا المثال. أعيد مرة ثانية للنظرية، لو طلب مشتقة للتكامل وعندنا الجي وإيش عبارة عن؟ عبارة عن دوال، وهذا راح تساوي F. إذا نفس الدالة أعطاك إياها في التكامل، أغير T بالدالة H المرة الأولى في مشتقتها، ناقص أغير الآن الدالة تي أو قيمة تي أغيرها بالدالة جي ثم في مشتقتها. مثال أو قبل مثال نظرية قبل مثال بشكل سريع، لو كانت ال H أو ال G عبارة عن عدد، لو كان مثلا ال G عبارة عن عدد مباشرة مشتقة شو راح تكون هنا؟ صفر. مشتقة ال G راح تكون صفر. إذا راح نلغي هذا الحد لنا فقط الحد الأول F H مشتقة H. طب لو كان العكس، لو كان ال H هي الصفر، إذا الحد الأول راح يتلغي لأن ال H مشتقة صفر، إذا راح يصير سالب الدالة اللي هو الثاني هنا، إذا سالب F G G داش. دكتور نبغى مثال، نعطي مثالين موجودة عندنا في الاستقرار. المثال الأول أول المشتقة، كل مثالين راح تكون أكثر إجابة. المثال الأول مشتقة x إلى sin x، هذه h، هذه مثلا g وهذه الدالة h، وهذه الدالة اللي هي ft، واحد على واحد ناقص t تربيع. طيب شو نحلها؟ أغير، لاحظ مشتقة التكامل يساوي أغير t إلى الدالة sin تسلف واحد، ما غيرت الواحد، العدد ما غيرها، فقط t، واحد على واحد ناقص تي تربيع الساين تربيع. لحظة في مشتقتها، مشتقة الساين، مشتقة الدالة الجي تيكو ساين، ناقص بينهم نفس الكلام تي بالقيمة هذه اللي هي نكس، يصير واحد على واحد ناقص بدل ما يكون تي تربيع يكون اكس تربيع. ثم مشتقة الاكس اللي عبارة عن واحد، البقية عبارة عن حسابات فقط. لاحظ واحد ناقص ساين تربيع من المتطابقة، كوساين تربيع زائد ساين تربيع يساوي كم؟ واحد، المتطابقة معروفة. لو نقلت ساين تربيع في الجهة الثانية يصير كم؟ واحد ناقص ساين تربيع اللي عبارة عن كوساين تربيع. إذا غيرت واحد ناقص ساين تربيع عبارة عن كوساين تربيع، ثم ضربت واحد في كوساين عبارة عن كوساين، هذه ما تغير نفسها، ضربنا في واحد تبقى ثمانية. البقية كوساين، الآن نختصر كوساين، من كوساين هنا التربيع يبقى فقط واحد على كوساين اللي راح عندك ناقصا واحد على واحد ناقص. لو ذكرت الإجابة أحيانا يكون عندك بعض الأحكام بعد الاتصال، لأني راح تستخدم هذا اللون الأحمر هنا اللي عبارة عن الطبقة الأساسية حتى أحل هذا السؤال. ما كنت قبل هنا، إلى هنا إجابتك صحيحة. قبل ما أخذ سؤالك عبد العزيز، لاحظ إجابة الطالب إلى هنا صحيحة، ما تعرف خطأ أيضا في السطر الأول، إلى هنا صحيحة تعمل خطأ، لكن لو جيت تختار إجابة احتمال يعطي فيها هذا بعد الاختصار الأخير هنا. نعم عبد العزيز خالد. مستعد إنه بس السطر الأخير. نعم السطر الأخير هنا. أولا واحد ناقص ساين تربيع بدلناها باستخدام المتطابقة، كوساين تربيع زائد ساين تربيع يساوي واحد. لو نقص ساين تربيع في الجهة الثانية يصير عندك واحد ناقص ساين تربيع اللي هنا في السؤال أو الإجابة. إذا راح أغير واحد ساين تربيع وأكتب بدلها كوساين. طيب
ثم الآن واحد في كوساين هذه كوساين. اختصارات هنا يتعلق واحد على كوساين كوساين. بالنسبة لحد الثاني ما في اختصارات سهلة. واحد في الكسر يبقى كما هو واحد على واحد التربيع اللي هو كما مثلا. طيب نبغى مثال ثاني أصعب شوي. لاحظ مثال ثاني أصعب شوي. أعطاك أيضا هذا السؤال جاء في أسئلة الإجابة في اختبارات من درجة واحدة. المطلوب إذا وجدت المشتقة عوض الإكس باثنين ثم أوجد قيمة كم يساوي؟ لاحظ هذا السؤال يختلف عن اللي أعطيتني قبل شوية في النظرية. أنا عرفت فقط تكامل هنا مضروب بدالة ثانية. طب شلون أحل هذا السؤال؟ شلون أحله؟ أتعامل معه كأن دالتين، هذا الدالة الأولى وهذا الدالة الثانية. الدالة الأولى عبارة عن إكس تربيع ناقص اثنين، والدالة الثانية عبارة عن التكامل. كيف ذكروا هذا الطريقة الثانية؟ جي واحد عبارة عن إكس تربيع ناقص اثنين، جي اثنين عبارة عن التكامل. طب مشتقة الضرب هي عبارة عن مشتقة الأول في الثاني زائدا الأول في مشتقة الثاني. إذا رتب معي فقط ضع قيمة. إذا مشتقة الدالة تساوي مشتقة الدالة J1 هذه عبارة عن 2 x مو لازم J1 J2 لا أفهمها الدالة الأولى والدالة الثانية. مشتقة الدالة الأولى عبارة عن 2 x لاحظنا 2 x في الدالة الثانية تتكامل ما غير بيجي زائدة الدالة الأولى أكثر بين اثنين في مشتقة الدالة الثانية. هنا السؤال مهم اللي هو محاضرتنا اليوم. كيف كم اشتق هذا التكامل؟ بما ان اثنين هذا عدد اذا الحد الثاني راح يكون صفر. اذا اهتم فقط بتعويض الاكس مشتق الاكس فقط. اذا النتيجه يصير بدلها اكس زائد 3 اداش اكس في مشتق الاكس عباره عن واحد. هذا اذا الداله الاولى في مشتقة الداله الثانيه هذه مشتقة الداله الثانيه اللي مشتقة التكامل. طيب بعد كذا الخطوه الثانيه اعوض الاكس بدلات أغيرها وبدلها 2. إذا هنا في المشتقة يبدأ 2 يصير 2 ضرب 2 4 2 إلى 2 لاحظ 2 إلى 2 وقت بدالة ما غيرها بدالة T ما فينا زائدا X تربيع معنا 2 تربيع ناقص 2 هنا 2 زائد 3 11 2 لما غيرت كل X هنا وغيرت وضعت 3. دكتور لاحظ الحد الأول هنا تكامل 2 2 شو يساوي هذا الحد؟ شو يساوي هذه القيمة هنا؟ من يعطي صفر. تكامل من A إلى A نفس القيمة إلى صفر. إذا هذا الجزء الكل هنا أنا وضع عشان تكون معكم على وجه الكورنر. هذا الجزء الخاص بالجزء صار كذا بس يعني أربعة خاصة بالجزء. باقي لنا هذا الجزء الثاني. طيب لاحظ أربعة ناقص 2 2 نسبنا 2 ثم نكتب في البراغي نفس التوافق الماشي. لاحظوا الآن 2 داخل قوس يصير عندك هنا 4 زائد 6 F داش 2 ولا لا؟ لما نجد 6 في الجهة الثانية تجمع F داش 2 و F داش 2 مع بعض يصير عندك سالب 5 سالب 5 F داش يساوي 4. إذا هذا الجبل ما يبقى مباشرة لابد أنك تحل معادلة حتى توجد F داش 2. عيد مرة ثانية وصلنا لهنا من المطلوب F داش 2 أنا عندي هنا مرتين مكررة فحط 2 داخل قوس يصير هنا 4 وهنا 6 6 ننقلها في الجهة الثانية يعني هناك 1 F داش و6 بالسالب F داش يصير سالب 5 هذا سالب 5 يساوي 4 2 في 2 الآن حتى أوجد F داش أقسم على سالب 5 F داش 2 يساوي سالب 5 لاحظ هذه جد اختبارات سابقة أكثر الإجابة وكان فقط عليها الدرجة وحاولنا نتبه دائما من ذلك. ننتقل إلى نعم عبد الله العشري. الحين دكتور احنا الخطوة الثانية انفرضنا أنها بجي واحد بجي اثنين في هنا أن ما عوضنا بالاثنين يوم قال أن مشتقة الثانية عوضنا بالإكس. نعم إلى الآن ما بعد عوضنا. المطلوب أن نوجد F داش. المرحلة الأولى هنا أولاً لابد أن أوجد F داش. الخطوة التالية هعوضها بدل X يصير F. لا 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 الF داش الحين مو بالتكامل من 2 إلى X.
نعم. ليه ما عوضنا بالاثنين؟ حتى نوجد أول المشتق. لأن أولا أنا ما أقدر أعوض ولما بعد أوجدت المشتق. المطلوب الآن في السؤال لاحظ معي F داش 2 يعني أولا أوجد المشتق ثم العوض باثنين. حتى ما تغير المثل إلى أعداد أقدر أشتق. لو عوضتها بأعداد أخرج المشتق. أولا استدالة فيها X يعني أقدر أشتق الدالة هذه ثم العوض بالعدد. نعم إذا واضحة هذه. انتقل اللي بعدها. نشوف مع بعض اللي هو تروبوزويد الرول مع بعض. أنا أعمل تسجيل للطالب. نعم عشان تكون عندي ملاحظة. عندنا هنا تروبوزويد الرول اللي هي شبه المنحرف. الآن نروح الموضوع الثاني اللي هو التكاملات العددية. يعني حل تكامل بطريقة عددية والتكامل المحدود. عندنا طريقتين اللي هي طريقة التروبوزويد شبه المنحرف وطريقة السمتر. راح ناخذ أولاً الطريقة اللي هي التروبوزويد. إذا فهمنا هذه الفكرة هي نفسها. نعم عبد الله خالد العشري حاول تقفل الميكروفون عندك. طيب عبد الإله الحربي معنا. إذا راح يكون عندنا هنا لاحظ معي يقول الآن النظرية تقول F إذا كانت F دالة متصلة من A إلى B وعندنا B تجزيئ منتظر. لاحظ هنا يكون تجزيئ منتظر. إذا لابد نعرف كيف نوجد تجزيئ المنتظر للفترة من A إلى B فإن التكامل المحدود من A إلى B يساوي تقريبا يعني في نسبة خطأ B ناقص A نجيب ال B وال A حدث التكامل على 2N وال N يعطيك اللي عبارة عن عدد الفترات الجزئية يعطيك في السؤال مضروبة في F X نوت زائدا وش تلاحظ هذه عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن التجزيء لكن بعد ما نوجد الصور لا يعني نوجد التجزيء ثم نوجد الصور F X نوت وهكذا. لاحظ دكتور في عندنا هنا ملاحظة لاحظ الحد الأول والحد الأخير عبارة عن واحد معاملها عبارة عن واحد لكن في النص اثنين اثنين وهكذا اثنين. إذا ضع عندك ملاحظة الأطراف واحد معاملاتها عبارة عن واحد واللي في المنتصف عبارة عن اثنين. دكتور نكتبها بطريقة سهلة جدا نكتبها دائما هذه لاحظة لهذه نفسها B ناقص A على 2N في يعني الآن القوس هذا المستطيل هذا عبارة عن M في FX نوت نعم FX K والK تبدأ من صفر إلى N. طب الM إما إنها واحد من الأطراف أو اثنين إذا كانت المنتصف تكون اثنين. دكتور نبغى ناخذ مثال أكثر وضوح. نعم هذا مثال مثال يقول الآن مثال واضح صريح باستخدام التروبوزويد يعني شبه المنحرف أعطاك الـ N 4 وأعطاك حل التكامل هذا الـ A 1 الـ B 2 الدالة F معناها أن أعطاك السؤال 1 على S هذا الدالة. حتى أحل هذا السؤال لابد أن أوجد التجزيئ المنتظر ثم أوجد الصور ثم أضرب الـ M في هذه الصور. طيب فنوضح لكم أولا بما أن التجزيئ منتظر نتذكر مع بعض دلتا إكس تساوي تساوي B ناقص A على N ال B 2 ال A 1 على N 4. طيب XK تساوي X نوت زائد K ديتاكس هذا أخذناه في المحاضرات الماضية. إذا ديتاكس يساوي 2 ناقص 1 على 4 على ربع. أتوقع هذا حق الحين صح دكتور؟ أعد مرة ثانية خالد لا 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 أتوقع هذا تبع درس الريمان السابق صح؟ لا قبل حتى الإيمان أخذنا جزئين منتظر. نعم أكمل مرة ثانية هنا
دلتي اكس يساوي ربع. والان حتى نوجد بقيه العناصر في التشديد نستخدم هذه القاعده هذه، تقول اكس كي يساوي اكس نوت زائد كي دلتا اكس. يعني لو كان هذا واحد يساوي هذا كي واحد، اثنين الى اثنين. نبدا اولا اكس نوت هي معناها الاي اول قيمه واحد، هذا كذا. طب اكس واحد حسب القاعده هنا تقول اكس نوت زائد الواحد دلتا اكس، هذا لاحظه واحد زائد واحد في دلتا اكس ربع، الجواب واحد ربع او توحد مقامات. طيب بعد كذا اكس اثنين تساوي واحد، نبدا دائما اكس نوت زائدا الكي اثنين، اثنين دلتا اكس، هذا اثنين دلتا اكس هنا هي عباره عن ربع، واحد مقامات وعندك بالآلة الحاسبة يعطيك واحد ونص. بعد كذا اكس ثلاثة نفس الفكرة، اكس نوت واحد زائدا الكي لو ثلاثة هي الربع، الجواب واحد ثلاثة أربعة. اكس أربعة اللي آخر قيمة عندنا هنا اللي هو قال ان يساوي أربعة يساوي بالأخير اثنين. لاحظ بدأنا بالواحد بداية التكامل، عند التكامل وانتهينا بكم؟ باثنين، يعني يبدأ من واحد لاثنين. إذا هذا تجديد، واحد واحد ربع واحد ونص واحد خمسة سبعين واثنين لو طلعنا لك. طيب نكمل الآن الحل باستخدام جدول على أسهل الطلاب دائما. الاكس كي طلعناها قبل شوي لتجزيء واحد واحد ربع وهكذا. الاف اللي هو الصورة، لو نطلع الصورة من الدالة أعطاك إياها، وشوف الدالة أعطاك إياها، أعطاك واحد على اكس، هذه الدالة واحد على اكس، يعني المرة الأولى واحد على واحد، المرة الثانية واحد على 1.25 اللي هي عبارة عن فاصلة ثمانية، اللي بعدها واحد على واحد ونص، هذا الجواب وهكذا، هذا الآن الدالة أو هذا الآن العمود. اللي بعده راح نكون عبارة عن M، هذا القانون يقول لك هو عبارة عن M في الـ F. إذا طلعنا الـ F نحتاج أن نطلع الـ M. الـ M قلنا عبارة عن في الأطراف واحد في المنتصف كذا اثنين، لاحظ واحد واحد في الأطراف في المنتصف عبارة عن اثنين كذا كام اثنين. الآن نضرب الـ F في الـ M، واحد في واحد واحد، فاصلة ثمانية في اثنين واحد فاصلة ستة وهكذا. نضرب العمودين، نضرب العمود الـ F في العمود اللي هو الـ M. نعم يصبح عندك الآن العمود الأخير M في الـ F اللي هو هذا الآن في القانون. إذا حتى أكمل أحتاج أن أجمع العمود MF هذه M في الـ F يعطينا 5.8 قيمة عندك كما واضح. إذا قيمة التكامل تساوي B ناقص A يعني 2 ناقص 1 على 2 في 4 اللي هو 8، إذا 1 على 8. طيب قيمة السيجما هذه أنت طلعتها قبل شوي، هذه نفسها هنا، هذه نفسها هنا، لاحظ هذه هي يعني. إذا السيجما هذه هي عبارة عن 5 فاصلة، إذا حضر 1 على 8 في هذا المقدار يعطي نتيجة. لاحظ هذا دائما الموضوع تافه للطلاب، دائما إجابة الطلاب كأنها هدية للطلاب، يحلون الوقت الصراحة، عبارة عن فقط حسابات، نحفظ القانون ونحفظ. طيب طريقة السنسر، لاحظ عندك مذكرة اللي هو نسبة الخطأ، أنت غير مطالب بها، شنو مطالب بها قبل فترة مثلا يخلق أو يخرج مثلا نوع من الصعوبة. طيب الآن أبغاك تشوف اللي هي السنسر، النظرية اللي بعدها. وش الفرق بينها؟ هذا مرة السنسور هنا عندكم مذكرة، وش الفرق؟ أنا ما راح أحل هذا المثال، الموضوع سهل خلاص، لكن أبغاك تشوف وش الفرق بين التروبوزويدل والسنسور؟ وش أول ملاحظة تلاحظ هنا؟ إنه يجب يضرب إكس نوت. نعم التروبوزويدل اثنين هنا ثلاثة، هنا ثلاثة. شلون جاء؟ عندك المذكرة أثبتها لكم. الاثبات غير مطالب بها ابدا، فقط نظريه وكيف تطبق على هالنظريه. طيب وش الاختلاف الثاني؟ اللي هو جاي يضرب اكس صفر واكس واحد يضرب النص باربعه مره اثنين مره باربعه مره اثنين. لاحظ هنا، هنا الاختلاف. كنا نقول الاطراف واحد ثم اثنين، لا نقول الاطراف صح واحد، لكن هنا هنا راح يكون بهالشكل، خليني اوضح لكم، اربعه ثم اثنين ثم أربعة وهكذا.
إذا راح يكون واحد واحد في الأطراف ثم أربعة اثنين أربعة اثنين واحد. إذا في تربل زويدن واحد واحد لكن في النص اثنين. في السمسون واحد واحد صحيح في الأطراف لكن في المنتصف أربعة اثنين أربعة اثنين. نبدأ دائما بالأربعة تجعل الواحد نبدأ بالأربعة من الثاني. أربعة اثنين أربعة اثنين على حسب ما ننتهي. طيب لاحظنا بالسؤال المطلوب أوجد حل التكامل من واحد ثلاثة. الـ A واحد والـ B ثلاثة وأعطاك الدالة جذر إكس تربيع زائد واحد. إذا دكتور الموضوع سهل وبسيط لكن الصعوبة تبدأ وين؟ نلاقيها في الدالة نلاقيها. أنا هنا أحتاج إن أربع وأضيف واحد ثم أخذ الجذر في كل مرة. يأخذ مني وقت الاختبار. أي خطر راح يصير عندي خطر في النتيجة الثانية. إذا تحتاج أن توجد دلتا إكس في منتظم وعندك اكس كي اكس نوت اللي هو واحد كي دلتا اكس اللي طلعته بيكون واحد على اثنين ثم توجد اللي هو تجزي المنتظر هطلعه ثم يكون عندك نفس جدول اللي هو تربوزون لكن لاحظ عندنا الاف عندنا الام لاحظ بديت بالواحد لاحظ نبدا وننتهي بواحد في المنتصف اربعه اثنين اربعه واحد انه قال لي يساوي خمسه اذا راح يكون عندي خمس قيم هذا الحساب عبارة عن M F X سيجما لها ثم نعوض في قانون تعويض مباشر. نعم إذا انتهيت من الباب الثاني بناء الموضوع كان بسيط وسهل. أحد عنده سؤال في محاضرة اليوم؟ لا تمام دكتور دكتور. نعم خلاص محمد. نعم تفضل. ليش قال عقلي لا؟ نعم خلاص محمد أول شيء محمد أول شيء. طيب. من الآن يسأل محمد اللي هو نعم تفضل مش تبي محمد نعم قبل خالد عندنا محمد تفضل دكتور طيب دكتور الأسئلة اللي أنت حاطها في المذكرة هل هي تعتبر أسئلة اختبارات سابقة أو أسئلة اجتهاد يعني بس تمرين جزء منها جزء منها اختبارات وجزء منها لا اجتهادية مع الطلاب تمام نعم طيب هل الجزء الاختبارات توضحت ان هذا تم اتجاه في الاختبارات او انها لان اشوفه ما في اي شيء انا متوضح أعيد مرة ثانية سؤالك ما سمعت خالد. أقصد الأسئلة في الاختبارات حطيت هي ومع الأسئلة الاجتهادات مع بعض حتى ما رمستهم يعني وضحتهم هذه تبع اختبارات هذه تبع. ما أدري هذه تبع اختبارات ما وضعتها رموز معينة لا أبدا. أنا حليته تمام يعني أسئلة جميلة. نعم ممتاز. هل راجعت حلك؟ يعني عندك نهاية مذكرة الحل هل راجعت الحل؟ أراجع الحل من برنامج اسمه فوتو ماث ممتاز طب ايضا تقدر تراجع اللي هو عندك اخر المذكره في نموذج الحل النهائي صفحه كم في نهايه المذكره شوف عندك تقريبا كذا صفحه تلاقي عندك الحلول لكل التمارين محلوله كلها اوه تمام يعني كلامي دكتور توني ادري ايضا اضمنت ملاحظه ثانيه اذا عندكم اي استفسار انا وضعت في نهايه المذكره وضعت لهم ملاحظات الطلاب يراجعون يعني ملاحظات سابقة يا دكتور ما نقدر نفك قوس كيف نفكها هنا يا دكتور أنا نسيت حل معادلات يا دكتور أنا ما أعرف أجمع كسور ما أعرف أسأل الدكتور أنا حرج لا أنا عندك في المذكرة أنا حفظت كل المعلومات نعم نتجه الآن إلى الطالب اللي هو خالد نعم قبل نعم في طالب سألني قبل شوي خلنا نشوف الطالب أنا أشوف هنا محمد المشتبه هنا نعم نفس المنهج نفس المقرر ما تغير في أي شيء حتى الآن ما في أي اختلاف نعم ما في أي اختلاف محمد ما في اختلاف طيب عبد الله العشري دكتور بس ما لي سؤال في المثال السابق اللي قبل هذا نعم اللي هو في تربوت زويدن اللي هو كان على النظرية نعم خلنا أرجع له
هذا؟ لا لا، النظرية اللي فيها k و x k و f of x k و m k اللي يبغى مني السمشن اللي أخذناها آخر مرة قبل شوي. قبل شوي إيه، مو باخر يعني. واحد اللي قبله. إذا هاي أنت تسألني عنها. إيه الحين فيه اللي هو f of x f مضروبة في x k، هذه ال f من وين نجيبها اللي في الجدول؟ اللي في الجدول هذا اللي في السؤال واحد على يعني ال الاكس اعوضها بايش؟ طيب يعني الحين عشان اضربها. نعم، الاكس اللي هي عباره عن التجزئة طلعته هو واحد المره الاولى بواحد، المره الثانيه بواحد وربع، المره الثانيه بواحد ونص، 1.75 و2. لو راجعتها قبل شوي يعني زي ما راجعناها قبل شوي، لاحظ هذه اف اكس كيف طلعناها؟ باستخدام واحد على اكس، غير المره الاولى اكس بواحد، المرة الثانية بواحد وربع، المرة الثانية بواحد ونص، وهكذا. طبعا هذه القيمة العمود. تمام. طيب في تحتها estimate error، هذا معنى ال ال لا هذا خاص، هذا اجتهاد كذا. ليش نطلب الطلاب قبل كذا مثل الآخر؟ الآن الأخيرة شافنا صار كيف يعني؟ هو معنى ولا مو معنى؟ لا 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 مو معنى. طيب طيب شكرا لك يا دكتور، حياك. لا السؤال الثاني. البقية متبقين معنا ولا؟ دكتور عدم شيء. نعم، قال في دقائق تفضل. عدم شيء دكتور ولا انتهت المحاضرة؟ نعم، أنا كده بحاضر قبل الجلسة. Hey, I think it.